في هذه اللحظات هي الحفلة الكريمة، تمت انطلاقة الشوط السادس في المجموعة الشوط الثالث لفئة القعدان اللي في أول المراكز. هذا هو سراب لسيد ناصر بن فيصل الرمزاني النعيمي في أول المراكز مع سراب، أما اللي في ثاني المراكز هذا ولد إسعاف لسيد راشد بن ناصر الجبر رقم 7، هذا ولد إسعاف لسيد راشد بن ناصر الجبر، هذا شعر سيد محمد بن ناصر بن قوبان، هذا شاهين لسيد محمد عفوا شاهين لسيد محمد بن ناصر بن قوبان شاهين لسيد محمد بن ناصر بن قوبان المري في أول في ثاني المراكز، أما اللي في ثالث المراكز هذا هو الطامي لسيد مشعل، في ثالث المراكز هذا هو الطامي لسيد مشعل بن حمد بن حسين البريدي في ثالث المراكز، الرابع المراكز اللي واصل هذا شاهين لسيد زايد بن مطر بن ضابط الدوسري مع شاهين في هذه اللحظات في رابع المراكز، خامس المراكز اللي تسلل من الجانب الأيمن وكسر حاجز الصوت هذا كفو لسيد سالم محمد بن ناصر باللخان المري المفاجئ من المركز الخامس مباشرة إلى أول المراكز من الجانب الأيمن، هذا كفو لسيد سالم محمد بن ناصر باللخان المري. أما اللي في ثاني المراكز عدو سراب لسيد ناصر بن فيصل الجبر الرمزاني النعيمي في هذه اللحظات في ثاني المراكز، ثالث المراكز شاهين لسيد زايد بن مطر بن ضابط الدوسري مع شاهين في ثالث المراكز، رابع المراكز شعر بن قوبان السيد محمد بن ناصر شاهين مع السيد محمد بن ناصر بن قوبان في ثاني المراكز، ثالث المراكز هذا شاهين لسيد زايد بن مطر بن ضابط الدوسري، رابع المراكز اللي في رابع المراكز سراب لسيد ناصر بن فيصل الرمزاني النعيمي، اما اللي في خامس المراكز اللي في خامس المراكز الطامي لسيد مشعل بن حمد بن حسين البريدي ولكن روح مع بن قوبان، اللي في اول المراكز هذا هو شاهين لسيد محمد بن ناصر بن قوبان المري في اول المراكز، اما اللي في ثاني المراكز اللي واصل في هذه اللحظات هذا هو الطامي لسيد مشعل بن حمد بن حسين البريدي، هذا الشعار صاحب نقطة في سباق هذا اليوم، اما اللي في ثالث المراكز هذا هو الذيب لسيد راشد بن عبيد بن شينان المري مع الذيب في ثالث المراكز، رابع المراكز من الجانب الايمن هذا هو شاهين لسيد حمد بن عجيان بن عجيم المري في رابع المراكز، خامس المراكز مرموق لسيد جابر الهاجري مع مرموق، هذا هو مرموق لسيد جابر الهاجري في خامس المراكز، لكن اللي في اول المراكز هذا كما تشاهدون وهذا شاهين لسيد محمد بن ناصر بن قوبان المري، ومن الجانب الدوني هذا هو الطامي لسيد مشعل بن حمد بن حسين البريدي مع الطامي في هذه اللحظات في ثاني المراكز، اما اللي في ثالث المراكز هذا هو الذيب لسيد راشد بن عبيد بن شينان المري مع الذيب في ثالث المراكز، ولكن روح مع اللي في اول المراكز هذا هو شاهين لسيد محمد بن ناصر بن قوبان المري، سيطرة تامة وباعد بينه وبين المشاركين كما تشاهدون على شاشة التلفزيون، هذا هو شاهين يرقص حيدا خارج السير لسيد محمد بن ناصر بن قوبان المري، انتزع المركز الاول وسيطر تاما، نقول تهانينا والناموس على هذا الفوز المستحق لشاهين ومالك شاهين السيد محمد بن ناصر بن قوبان المري، انتزع المركز الاول وسيطر تاما، نقول تهانينا والناموس، اما اللي في ثاني المراكز هذا هو الطامي لسيد مشعل بن حمد بن حسين البريدي، وثالث المراكز اللي واصل هذا الذيب لسيد راشد بن عبيد بن شينان المري، التوقيت الزمني لهذا الشوط 4:44 و72 جزء من الثانية، تهانينا والناموس لجميع الإخوة الفائزين.